إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، دخلنا منذ البارحة في شهر ربيع الأول. هذا الشهر المبارك ولد فيه حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك ستكون لنا بإذن الله تعالى سلسلة من الخطب نذكر من خلالها بمكانة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونكتشف بعض شماليه وأوصافه، ونتعرف من خلالها على حقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونسلط الضوء على ما غاب من تلك الحقوق في واقعنا وممارساتنا اليومية. عباد الله، إن الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يضاهيه أي حديث في روعته وحلاوته، إنه حديث عن رسول ملأ حبه القلوب واشتاقت لرؤيته نفوس المؤمنين. والموعد بإذن الله تعالى حوضه الشريف، حيث يأتي المؤمنون غرا محجلين يعرفهم حبيبهم عليه الصلاة والسلام بأثر الوضوء وأثر السجود، فيشربون من يده الطاهرة الشريفة شربة هنيئة لا يظمأون بعدها أبدا. اللهم لا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا شربة بيد حبيبك صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، تعالوا بنا لنتعرف على قدر المصطفى صلى الله عليه وسلم عند ربه عز وجل. إن شأن المصطفى عليه الصلاة والسلام عند الله العظيم، وإن قدر الحبيب عند ربه لكريم. فلقد خلق الله الخلق واصطفى من الخلق الرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم، واصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة، نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم جميعا. واصطفى من أولي العزم الخمسة محمدا صلى الله عليه وسلم، فشرع له صدره ورفع له فكره وأعلى له قدره ووضع عنه وزره، وزكاه ربه في كل شيء، زكاه في عقله، فقال سبحانه: ما ضل صاحبكم وما هوى، وزكاه في صدقه فقال سبحانه: وما ينطق عن الهوى، وزكاه في فؤاده فقال سبحانه: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكاه في بصره فقال سبحانه: ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه في صدره فقال سبحانه: ألم نشرح لك صدرك، وزكاه في ذكره فقال سبحانه: ورفعنا لك ذكرك، وزكاه في طهره فقال سبحانه: ووضعنا عنك وزرك، وزكاه كله فقال سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وإذ تجلى تكريم الرب العلي لحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم في قسم الله جل وعلا بحياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد، وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غير محمد صلى الله عليه وسلم. فقال جل وعلا: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. في هذه الآية الكريمة رب سبحانه وتعالى يقسم بحياة النبي: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. بل لم يقسم الله عز وجل لنبي من أنبيائه بصفة الرسالة إلا لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: ياسين والقرآن الحكيم
إنك لمن المرسلين. بل وأقسم الله سبحانه وتعالى بالضحى أنه ما أهمل محمد عليه الصلاة والسلام وما قلاه بعدما اختاره واصطفاه واجتباه، وأن ما أعد له في الآخرة خير له من كل ما أعطاه في الدنيا. وقد جمع الله له الكرامة والسعادة في الدارين مع الزيادة، فقال جل في علاه: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. أيها المسلم المبارك، ولكي تقف على قدر حبيبك عليه الصلاة والسلام عند ربه عز وجل، تأمل معي في كتاب ربك كيف أن الله تعالى خاطب جميع الأنبياء والرسل بأسمائهم، إلا محمد صلى الله عليه وسلم لم يخاطبه إلا بصفة النبوة أو بصفة الرسالة. فقال تعالى: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وقال: يا نوح اهبط بسلام منا، وقال: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وقال: يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وقال: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. أما المصطفى عليه الصلاة والسلام فنادى عليه ربه بقوله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال سبحانه: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. وما ذكر الله اسم النبي إلا مقرونا بالرسالة، فقال سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وخصه الله سبحانه وتعالى بالشفاعة العظمى في الآخرة، وهي المقام المحمود الذي ذكره الله تعالى في قوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وخصه الله عز وجل بالوسيلة، والوسيلة هي أعلى منزلة في الجنة، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون منه، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وخصه الله سبحانه وتعالى بالكوثر، وهو نهر في الجنة ماؤه أشد بياضا من الثلج وأحلى مذاقا من العسل، طيبه كالنسك الأثر وعدد آنيته بعدد نجوم السماء. من شرب منه شربة بيد الحبيب صلى الله عليه وسلم لم يظمأ بعدها أبدا. ويبين لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم مكانته عند ربه، فيقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. وفي صحيح مسلم كذلك من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. هذه عباد الله مكانة النبي الأمين عند رب العالمين. ووالله لو ظللنا نتحدث عن مكانة المصطفى صلى الله عليه وسلم عند ربه من خلال القرآن والسنة لاحتجنا لعشرات الخطب والدروس. فوالله إن قدره عند ربه لعظيم، وإن شرفه عند الله لكبير. أيها المؤمنون، أما عن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند أصحابه، فلقد ضرب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أروع الأمثلة في صدق محبتهم
الصلاة والسلام. فهذا الصديق رضي الله عنه يبكي فرحاً عندما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم اختاره لمرافقته في إحدى الهجرة المباركة. فأخذ يقول رضي الله عنه: الصحبة يا رسول الله، الصحبة يا رسول الله. قالت أم عائشة رضي الله عنها واصفة هذا المشهد: فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي. أم عائشة تتصف هذا المشهد وتقول: ما رأيت في حياتي قط إنسان يبكي من شدة الفرح مثل ما رأيت أبو بكر وهو يبكي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أجل لنا الهجرة. وكان معناها كان النبي صلى الله عليه وسلم أذن لكل أصحابه بالهجرة، وكان أبو بكر يستأذن بالهجرة، والرسول يقول له: لعل الله يجعل لك صاحبا. ثم بعد ذلك يضرب الصديق رضي الله تعالى عنه في تلك الرحلة أعظم الأمثلة في التضحية والفداء، فيمشي تارة أمامه وتارة خلفه ويسبقه إلى الغار فيسد ما فيه من الثقب، وتبقى ثقبة واحدة فيسدها بقدمه رضي الله عنه، فيلده رضي الله تعالى عنه والنبي نائم على حجره حتى سقطت دموعه من الألم على وجه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه تضعه قريش على خشبة يصلب، فيقولون له: أتحب أنك سالم في آلك وأن محمد مكانك؟ فيقول: لا والله ما أحب أني سالم في آلي وتصيب محمدا شوكة. قال له: شو تقول؟ قال: ما نرضاش أن محمد يصاب بشوكة، لا نرضى روحي نصلب وأقتل ومحمد لا يصاب بشوكة. هذه محبته من الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه أم عمارة نصيبة بنت كعب الأنصارية تحمل السيف وتذوق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما اشتد الأمر بالمسلمين في غزوة أحد ودارت الدائرة على المسلمين، بقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم جمع من الصحابة، ومنهم اللي حكوا عن المرأة وشكوا علينا المرأة دور المرأة في الهجرة في السيرة النبوية، دور المرأة ديما في الريادة. فهذه أم عمار نصيبة بنت كعب أخذت تذوق عن النبي صلى الله عليه وسلم بجسده، وأخذت تقاتل ومعناها وتحمي النبي صلى الله عليه وسلم بجسدها، فعليها فجرحت وطعنت أكثر من 13 معنى، حتى قال عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما التفت يمينا ولا شمالا إلا وأنا أراها تقاتل دوني. فلما انتهت المعركة جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها تنزف دما من شدة ما نالت من أذى المشركين، فقال لها: سريني يا أم عمارة. فقالت له: أسألك مرافقتك في الجنة. فيدعو المصطفى صلى الله عليه وسلم لأم عمارة وأبنائها فيقول: اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. فتقول رضي الله عنها: ما أبالي ما أصابني من الدنيا بعد ذلك. وهذه امرأة أخرى من بني دينار قتل زوجها وأخوها وأبوها في غزوة أحد، فلما بلغها خبرهم قالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جاءوا بخبر استشهاد معناها زوجها وأخيها وأبيها، فهي ما يشهم في ذلك كل نسي. قالت لهم: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقيل لها: خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت: أرونيه حتى أنظر إليه. قالت لهم: نحب نشوفه حتى أطمئن عليه. فأشير لها إليه فلما رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل، أي كل مصيبة بعدك تهون. وهذا الصحابي الجليل ثوبان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي، وإنك لأحب إلي من أهلي، وإنك لأحب إلي من ولدي، وإني أكون ببيتي فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك. قال: يا رسول الله، نكون ببيتي فأتذكرك فنتوحش كما قلنا نحن بلغتك وما تطفى الوحش نتاعي كما نشوفك يا رسول الله، يا رسول الله. فإذا ذكرت موتي وموتك
عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإني إن دخلت الجنة خشيت ألا أراك. قالوا يا رسول الله أنت لما تدخل الجنة ستكون في مقام عالي في مقام الأنبياء، أما أنا إن غفر لي ربي ودخلت الجنة فسأكون في منزلة دونك، وأخشى ألا أراك في الجنة تكون في منزلة عالية من الشوك. يا رسول الله كيف أفعل اليوم؟ هاني لما نشتاق من وحش كنتي نشوف، أما يوم الآخر في القيامة في الجنة كيف سأفعل؟ فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذه أم سليم والدة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم. سيد أم سليم تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم في بيتها وقد تصبب العرق من جسده الطاهر، فأخذت تنشف ذلك العرق وتعصره في خواريرها، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم وأفاق، فقال: ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت: يا رسول الله أجعل عرقك في طيبي. العرق جاعد نحطه في الخوارير ونطيب به ونعطر به ونرجو بركته لصبياننا. فضحك عليه الصلاة والسلام. هذه مكانة المصطفى أيها الإخوة الكرام بين أصحابه. وأسوق لكم في خاتمة هذه الخطبة الأولى شهادة عروة بن مسعود الثقفي مبعوث قريش في صلح الحديبية. ماذا قال عروة بن مسعود لما رأى ما رأى من تعظيم الصحابة للمصطفى صلى الله عليه وسلم؟ لما عاد لقريش قال لهم: يا قوم، والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وشه وشده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يعتدلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يعدون النظر إليه تعظيما له. صلى الله على محمد ورضي الله عن الصحابة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله.